السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد إليك الله وأشكره. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. شيخ، رجل مات وليس لديه ذرية ولا مرأة. الله يرحمه. وساب بيت يا شيخ، بس الرجل ده عنده 3 أخوات بنات وأخ رجل أخ يعني، والأخ ده عنده ذرية، عنده 4 أولاد وعنده 4 بنات. تمام؟ فماذا يفعل في هذا البيت؟ سؤالك تفضلا. الرجل مات وليس لديه ذرية ولا زوجة، ولديه 3 أخوات بنات ولديه أخ. أخ وثلاث أخوات. نعم. كلالة. عنده أولاد وعنده بنات. ها؟ الأخ عنده بنات وعنده أولاد. وبعدين؟ يعني إزاي يتقسم البيت ده؟ من مات أولا؟ رجل يا شيخ مات خلاص، وعنده أيه؟ أخ وعنده 3 أخوات بنات. على قيد الحياة؟ موجودين. نعم. خلاص خلاص، ما في دعوة أكثر من كذا. كلهم أشقاء؟ نعم أشقاء، لكن الرجل الشيخ قبل ما يموت كتب البيت لأولاد أخوه. طيب، كتب البيت لأولاد أخوه، هو اللي سيجني على نفسي أمام الله. أنا كلامي الآن على مات وترك تركة. إذا مات وترك تركة وليس له أولاد، فإذا كان له إخوة وأخوات، قال تعالى في كتابه الكريم: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إذا ترك تركة أخوه يأخذ ضعف البنت، تقسم على الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا كان كتبها في حياته فسيتحمل إثم كتابته ظلما وعدوانا في حياته إن كان قد ظلم. تمام يا شيخ، الأولاد اللي كتب لهم البيت عليهم إثم ولا يدوا عماتهم حقهم؟ والله هذه قضية ينبغي أن تنظر عن قرب. يسأل لماذا كتب لهم؟ يسأل هذا السؤال. السلام عليكم. السؤال الثاني يا شيخ، معليش، جزاك الله خير. أياك.